طيب خلينا نعمل قيد يومية تاني زي قيد مصروفات. هروح على شاشة قيود اليومية وأقول هنا هو وأقول لي هنا القيد رقم 2 أخذ المسلسل الثاني. هنقول من حساب المصروفات، إحنا عملنا حساب مصروفات عمومية 196 حساب مصروفات عمومية. هنقول مثلا صرفنا 500 ريال، وهنقول هنعمل مصروف آخر أو هنقوله من حساب مدين الصندوق اللي هو 121 الصندوق. هنحط في الصندوق 1000 ريال، صار عندي هنا اجمالي المدين 1500 ريال. هقفلهم في الطرف الدائن في حساب البنك، وهقول حساب البنك هنا لو انا جربت اكتب 1000 ريال حساب البنك وجيت احفظ القيد هيديني رساله يقول لي لازم القيد يكون قيد موزون. اقدر هنا هو من غير اقدر احذف السطر وادخله مره ثانيه، اقدر اقول هنا احذف السطر كده هوت وادخل البنك مره ثانيه واقول هنا مثلا اي حاجه 900 ريال، ولو ضغطت هنا هيظهر لي القيد، وبعدين انا